أنا ما بعرف شو حاطين بالحليب، بس ليكو كيف الأرض صارت صفرة، وهالشي بيعني إنه أكيد في شي مزابط بهالحليب. كتير منيح يا ريشاب، منيح إنك ما شربت الحليب وإلا كنت تسممت. استني بس شوي بريتا، أنت هلأ قلتي إنه في شي محطوط بالحليب، شو قصدك من هالحكي هاد؟ هالحكي بيعني شي واحد، إنه في حدا كان بده يقتل ريشاب ويتخلص منه. لحظة جيريش، قلي انت لما كنت عم تحضر الحليب تركته وطلعت من المطبخ؟ او يمكن تكون شلت عينك عنه مثلا؟ تذكر منيح لانه ما كان في حدا غيرك بالمطبخ وقتها. جيريش تذكر منيح؟ تركت كاسة الحليب باي مكان؟ لا انا ما طلعت من المطبخ، ايه سمعت صوت كسر كاسة من برات المطبخ وقتها تركت المطبخ وطلعت لشوف شو فيه. تمام، انا متأكدة انه في حدا حط سم بالكاسة بهذا الوقت، بس مين؟ طيب وقت طلعت ما شفت حدا برا؟ كلامك صح بريتا، اكيد في حدا كان بده يقتل ريشاب. شو تذكرت شي؟ ايه تذكرت شي، ايه انا شفت بنت بالمطبخ وكأنها كانت عم تحاول تصرخ، وعلى حسب ما شفت هي من فرقة الرقص. هالبنت من فرقة الرقص؟ معناتها لما هي رمت السكين ما صابت هدفها أم قررت تحط سم بهذا الحليب؟ وهالحكي بيعني أكيد إنه في حدا عم يعمل هيك عن قصد. طبعا أكيد عن قصد، وهدفها هو إنه تقتله لريشاب، ولما ما قتلته بالسكين حطت سم بالحليب. ريشاب ابني بترجاك دير بالك، في حدا بده يقتلك، حياتك بخطر. بس ما فينا نفترض هيك اشياء من عنا، الافتراض ما حيساعدنا نعرف الحقيقة. يلا خلونا نطلع ندور على هاي الرقصة. يلا هاي معنا رقصة، اكيد هي حدا متنكر ولبست هيك لانه بدها تنتقم من ريشاب. سمير معه حق، احنا لازم نطلع هلا فورا وندور على هاي البنت قبل ما تطلع من البيت، لانه اذا قدرت تهرب رح تضل تهاجمه لريشاب. طيب يا ترى شو بدها مني هاي البنت ومين ممكن تكون؟ انا ما عملت شيء، ومين هالبنت هاي؟ يا ترى شو ممكن تكون قصتها لحتى جاي على نص بيته لحتى تقتله؟ اسمعوا شو بدنا نعمل يا جماعة، بدنا نروح ونشوف كل الرقصات اللي برا. يلا طيب ليكو انتوا روحوا دوروا عليها، انا رح ضل مع ريشاب بالغرفة. طيب لا تخافي ستي، وبعدين تذكري انه احفادك شجعان، هالكدمات والجروح الصغيرة ما بتأذيني ابدا، وكمان هلا صرت بعرف انه في حدا بده يقتلني ورح دير بالي. اساسا انا صار عندي فضول اعرف مين هاي البنت اللي بدها تنتقم مني وتقتلني. ايه طيب بس أنا رح ضل معك ماشي؟ إيه دائما. يلا خلونا نروح. إيه. يلا يلا تعالوا. مو سهل أبدا تمسكوني يا عائلة لوترا، وأنا بوعدكم إنكم ما رح تقدروا تمسكوني قبل ما أنتقم لموت ريد فيك وأقتل الشخص يلي قتله. أساساً أنا ما رح أرتاح إلا لحتى أخذ بيتاري. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.